عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا جماعة النهاردة هنعمل أول خطوة في لوحة التحكم. ليه هنعمل أول خطوة في لوحة التحكم ومش هنعمل لوحة التحكم كلها؟ هنعمل بس منها خطوة، الخطوة الأولى والخطوة الثانية بس، مش هقدر إن أنا أعملها لك كلها عشان طبعا سلوك كتير زي ما أنت عارف، فمش عايزك إن أنت تتوه مني، ربنا اللي يعلم. عايز أوصل لك المعلومة ببساطة، وإن شاء الله هناخدها كده يا جماعة بالتدريج. يعني النهاردة أول درس في لوحة التحكم، إن شاء الله المقطع الجاي هيبقى تاني درس في لوحة التحكم لحد ما نركب جميع الأجهزة في لوحة التحكم اللي هي أجهزة الحماية، كل حاجة تخص لوحة التحكم، الكراسي الكنترول هنعملها مع بعض إن شاء الله. هنخلص إن شاء الله التصميم ونخش على أعطال، ما اللوحة ديت بتعطل، هعرفك إزاي إن أنت تقدر توصل للعطل بكل سهولة. قبل ما نخش على الشرح يا جماعة، أنا حابب أشكر الأستاذ خالد المعموري، لأن الراجل ده فعلا بيشجع أي محتوى تعليمي، وبصراحة يعني الكلمة ديت تكفي منه بصراحة، إن هو بيقول أنا بشجع أي محتوى تعليمي. فإن شاء الله عشان ما أطولش عليكم يلا بينا نخش على الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله يا جماعة أول حاجة هنعملها مع بعض دلوقتي الباور، وفي خطوة تاني بس مش عايزين نسبق الأحداث، خليكم بس معايا. الموضوع سهل يعني إن شاء الله. أول حاجة بس هنشرح المكونات بتاعتنا. دي سكينة قاطع اللي بتظهر قدامكم دي، وده كونتاكتور اللي بيظهر برضو قدامكم، وده كونتاكتور وده كونتاكتور. الكونتاكتور ده الرئيسي تمام، وده كده الستار. الاتنين دول اللي مسؤولين عن تشغيل الماتور، يعني دول اللي بيفضلوا ايه مشغلين الماتور. لكن دي ده الستار ده بياخد مرحلة وبيفصل، بيفصل بعد 5 ثواني او 6 ثواني. والكابل ده طبعا يا جماعة انا شرحته في فيديو ان شاء الله هخليه لكم في صندوق الوصف. الكابل ده جاي منين ووظيفته ايه وجاي ايه اللي وصل لحد هنا ازاي، عامل برضو لوحة لوحدها عنه اسمها لوحة التوزيع. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نخش على الايه، على التوصيل. اول حاجة هاخد دي سكينة القاطع، الكابل ده ادى سكينة القاطع هيطلع يدي ايه، هيطلع يدي الكونتاكتور تمام. اولاني مع اولاني والتاني مع التاني. طبعا الكابلات دي بتكون تخينة، الكابلات التخينة اللي في اللوحة. التالت مع التالت تمام. طب بطلع بقى بدي اللي جنبه ده ازاي؟ بدي نفس الموضوع، اولاني مع اولاني برضو والتاني مع التاني والتالت مع التالت تمام. طب باجي هنا بقى بعمل ايه؟ بعمل موضوع سهل جدا وبسيط برضو، بضي الاولاني مع الاولاني والتاني مع التاني. دي طبعا كابلات، والتالت مع التالت تمام. هنا بقى بقفل الاستار بتاعي، تمام كده. كده احنا خلصنا الباور، كده الباور خلص. طب باجي بقى بعمل ايه؟ ده كده كويل الكونتاكتور ال 220، معلش انا نسيت اعمله. ده كده النقط الصغيره دي كويل الكونتاكتور ال 220 تمام، او 380 بس احنا هنوصل على ال 220. تاني حاجة بقى بعملها الخطوة اللي بعد كده، بدي الكونتاكتورات أرضي. خلي بالكوا فيها أجهزة، لسه أجهزة حماية بس أنا مش هعملها دلوقتي. إحنا كده خلصنا الخطوة الأولى، بعد كده هنخش مثلا هنوصل جهاز صوت الفازة، بعد كده الجهاز التايمر، بعد كده واخد بالك يعني لسه في جهاز تايمر مفروض يوصل بس مش هنعمله دلوقتي إن شاء الله المقطع الجاي. هنعمل إيه بقى؟ هندي أرضي للوحة بتاعتنا تمام. ده كابل الأرض الرفاع، ده الأرض بتاعنا، هنطلع كده أهو وندي الايه، وندي الجهاز ده من الجهاز ده. طبعا مش عايز الكابلات تكعبلكم، واحده واحده اهو. هنطلع من الجهاز ده على طول، من النقطه دي ندي النقطه الايه بتاعه الكونتاكتور الثاني تمام. هنطلع من الكونتاكتور الثاني ندي الستار. ده الثلاث كونتاكتورات كده خدوا الارضي تمام. هنعمل بقى حاجه ثانيه، حاجه تركها بسيطه كده بس جميله. هنا كده اللقم ديت اسمها اللقم المساعده اللي في الكونتاكتور، اللقم المساعده اللي في الكونتاكتور.
اجي هنا على اللقمه المفتوحه، اللقمه اللي جنبها دي، ده اهي، هاجي جاي عامل كوبري صغير هنا كده، تمام؟ وده هنا عندي ايه؟ ده عندي البوش بوتون التشغيل اللي بيظهر قدامكم ده، وده بوش بوتون الايقاف بيظهر برده قدامكم دلوقتي. هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هاجي جاي مدي التشغيل طرف من الكونتاكتور هنا، انا عملت كوبري هنا، تمام؟ تاني حاجه جاي واخد له طرف كهرباء رئيسي. مدي ده طرف كهرباء رئيسي. ثالث حاجه بقى والاخيره النهارده هاجي جاي طالع من النقطه اللي قصاده دي، من النقطه اللي قصاد النقطه دي اسمها الوسط او احنا بنسميها الوسط. واجي جاي مدي الاخضر وطالع من الاخضر مدي الطرف الاحمر. تمام؟ دي كده اول خطوه، دي كده ثلاث خطوات، الباور والارضي او البارد وتوصيلة الايه؟ مفتاح البوش بوتون، الايقاف والتشغيل. ان شاء الله اللي جاي اسهل من كده، يعني دي سهله والله، واللي جاي ان شاء الله اسهل من كده. فان شاء الله لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتدعموني بقى كده يا اخوانا، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. سلام عليكم.